بكم من جديد في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية. الحوار المجتمعي كلكم تعرفوا، واللي ما يعرفش باش نزيد نذكروا أنه بدا العمل فيه يوم تقريبا 12 أكتوبر 2012، قول شهر أكتوبر 2012. فيه عدة مراحل هذا الحوار المجتمعي للصحة. المرحلة الأولى كانت وفاة، وبدأت رسميا المرحلة الثانية من هذا الحوار يوم 7 أكتوبر بالقيروان 2015. أول اجتماع للجنة الفنية للحوار المجتمعي للصحة كانت يوم 5 جانفي 2016. اليوم سنتحدث عن هذا الحوار المجتمعي للصحة، وسنتحدث على أهمية هذه المرحلة الثانية حتى ناخذ فكرة على العمل اللي قاعدين يقوموا به اللجان والتطور في النهوض بهذا القطاع، قطاع الصحي، حسب هذا الحوار المجتمعي للصحة. إذن بإمكانكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني اللي هو عنوانه santé@tunisietv.tv، عن طريق الهاتف حتى تستفسروا أكثر عن هذا الحوار المجتمعي للصحة، الرقم 71-800-814. نبدأ بتقديم ضيفي اللي حاضر معنا حتى نثري هذا الحوار ونتحدث عن أهمية هذه المراحل في هذا الحوار المجتمعي. يحضر معنا سيد زهير بن جماعة، وهو الناطق، ما تحبش نقول الرسمي، هو الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية للحوار المجتمعي للصحة. مرحبا بك. وسيادتك كذلك عندك قبعة أخرى اللي هي الأولى ربما، ناشط فعال في المجتمع المدني، سيادتك رئيس جمعية 20 مليون مستهلك. مرحبا بك سي جوهين. إذن يتجدد اللقاء بك حتى نتحدث في بداية هذه السنة على هذا الحوار المجتمعي، وربما تحقيق هذه المراحل والمرور بها في المواعيد، خاصة نعرف اللي تكلمتوا عليها في بداية 2000، في أواخر 2000 في بداية 2013، بما أنه الحوار المجتمعي بداية 2000 أكتوبر 2012، حتى ربما يقع احترام هذه المواعيد في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، والمراحل التي ستأتي بعدها. قبل ما نتحدث في هذا الموضوع، خليني نستغل حضورك حتى نتحدث على دراسة قام بها معهد دراسات عالمي اللي هو كوميت، وربما قرار بإغلاق معمل سياب اللي هو حديث ساعة بالنسبة وآخر نشاط لهذا الموضوع، وكان البارحة معناها بيوم 14 جانفي، وسيادتك كنت حاضر على عين المكان. كان ناخذوا فكرة أكثر حتى السادة المشاهدين يعرفوا علاش ربما هذا الإغلاق، وما هي ربما تبعيات هذا المعمل والمصنع هذايا على الصحة تحديدا ونسبة التلوث. مع العلم أننا نحب نرجع لهذه الدراسة العالمية، دراسة اللي عملتها الكومات. دراسة هذه عملتها الكومات وطلبتها وقتها، طلبها وزارة البيئة تاع تونس، يعني حاجة رسمية مش معنا الدولة التونسية. باش ما نطولش خاطر ممكن مش هذا الموضوع، اما ماذا بيا بسرعة نذكر بعض الأرقام ونحاول نفهموا الناس، اللي صحيح الناس ما عادش فاهمين حتى شيء. ناس يقول لك معمل يسكر وفيه مواطن شغل وفيه كذا، والاقتصاد معناها تعب، وش مازال فيها البلاد واتسترا. بسرعة أربع جمل. أولا، السياب يشتغل منذ زمان، منذ 5 سنوات 10% من قدرته. ثانيا، عندنا 4 معامل في المظيلة وفي الصخيرة وفي جابس وفي السياب في صفاقس، ونقلوا لأي بقعة الأخرين ما في حتى مشكل. ليش؟ على خاطر البقاع الأخرين مضمونين من حيث البيئة، يعني الضمانات المحيط اللي بيسمح، لا لا، ضمانات يعني المعمل، المواصفات الكل موجودة، دونك ما فماش اختر على الواحد، باش ما يقولوش نقلوا من عندنا وجيبوه لنا. هذه حاجة. الحاجة الثانية الأهم، احنا نبداو بسرعة. سرعة كونه احنا نحكيه على 400 موطن شغل، الورك الإمكانية اللي تعطينا السياب لو كان تسامحنا من غادي وتخلينا البقعة اللي هي عندها 64 سنة وهي تلوث في الناس، وهذا باعتراف الناس الكل عندنا ما يدل على هذا. ودراسة العالمية معناها المعهد، لا لا، برشا دراسات. احنا عندنا دراسة من معها من بيرو ديتود في باريس، جاء وعطاه باري كري، قال راهو هذا شيء مخطر على الناس، وهالناس مساكن باش يقعدوا هكا. قداش تتجاوز؟ خباوا هذاك الدوسي، وقتها ما نجموش نخرجوا الدوسي من 2009. شنو؟ يعني أنها يلزمها تغلق، يلزمها. لا، هو 2008 أخذينا قرار غلقها باش تغلق 2012، دونك 11 12 13 14 15 اتسترا. معناها نتكلم على 18 كيلومتر اللي هي على معناها على الكوت، يعني الكلها كوت، الكلها خليج على الساحل،
وهو الغريب كونه تو احنا منطقة ساحلية 1200 كيلومتر، عندنا سوسة، عندنا الحمامات، عندنا نابل، عندنا وبعد نكزو صفاقس وجابس هذوك تكيناهم، وبعد مشينا الجربة. هذا في حق ذاته يعني غير قابل للواحد. إذا كان احنا ناخذوا هذاك الإكتارات اللي هي اليوم تلوث وحشاك، معناها زبل مطيشه من المعامل، ولات يعني حاجه نتاع اخر الدنيا يعني نتاع انا انسان دو غير بريسك يعني تلمو تريست اتسيتيرا. رانا نربحوا المحيط هذاك، يرجع لنا البحر نتاعنا ويرجع لنا الحوت، ونخلقوا مواطن شغل. قلت لك 200 الف موطن شغل، وعندنا دراسه يا ليت شكون يسمعنا، لان مش تولي حاجه اخرى، باش تولي جولف وباش تولي معناها ايموبيلي ومعنى اندستري هاي تيك، على خاطر احنا تو عندنا برشا امكانيات لكن راهو السياق. بالنسبه لمواطن الشغل اللي موجوده في هذا المعمل، يعني شنو حلها بالنسبه لي؟ فما حتى مشكل مواطن الشغل وقت اللي صارت القرار الغلق، خذاو فيها بلان سوسيال عام 2010 وخرجناهم بالواحد، اللي خدم 20 سنه وعمره 50 سنه يخرج على روتريت ياخذ روتريت كامله. فما واحد يجي مثلا عندنا كانوا مش يعملوا لابوراتوار وكانوا مش يعملوا معمل ميكانيك البياس دو ريشونج اللي تو يجيبوا فيه من الخارج، مش ياخذوا كل الاطارات الكل، باش تبقى حكايه. شوف تحب نقول لك المشكله الصحيحه. المشكل الصحيح هو كونك باش تخرج السياب عندها مشكله دو ديبوليسيون، خاطر كي تعمل حاجه فيها بوليسيون كي تخرج لازمك تعمل ديبوليسيون، والديبوليسيون هذه خايفه على تصرف الفلوس وما تحبش تصرف الفلوس. اما اليوم اون بارل معناها شباب، اون بارل معناها بطاله، اون بارل احنا راهو السياب يلزم الناس تعرف 4 كيلومتر في السنتر فيل، رحنا في وسط البلاد، مش حاجه بعيده ولا زون اندستري، راهي في وسط البلاد، والبلاد اتخنقت، تحب تكبر ما تنجمش، علاش؟ خاطر من شير السالين ومن شير السياب ومن شير البورت اللي يهز في السوفر نهار الكل وفي الغبابر تعرف، وصفاقس معروفه بالعجاج وبالريح. شوف اللي اليوم يقول كونه هذا ما يضرش، وهم استعرفوا تو كي نجيب لك انا التسجيلات يقول لك صحيح، اما رانا في المستقبل نوعدوكم مش يولي ما عادش يلوث. معناها هذا 30 سنه نسمعوا فيها الكلام ونتصور اليوم كل اليوم قداش نسبه المواطنين اللي يحبوا اغلاق أنا لك المسيره تاع البارحه؟ انا نقول لك تفضل اعمل، هات نعملوا ميكرو تروتوار، هات نعملوا دراسه رسميه، وانا نعطيك من توا اكثر من 90% من الصفاقسيه يحبوا يسكروها، لانه نهار اللي باش تسكر باش تحل قدامها مجنه، باش تولي خضره، باش تولي معناها مشاريع كبيره، باش تولي منتزه، باش تولي تنفس، راهو مخنوقين. تتخيل انت صفاقس فيها مليون نسمه، عندهم شط ب 20 متر، ممكن هذا يقبلها البشر بعد كذا يعني 64 سنه؟ باهي توا الماضي ننساوه 64 سنه وهي تلوث من عام 52 باهي الماضي نجموا ننساوه، لكن بصراحه اليوم احنا بعد ثوره وبعد عاوز نشجعوا الشباب وعندهم احلام يحبوا يحققوها، ماذا بينا اليوم يرجع شويه العقليه تتبدل. وانا اللي نلوم على السياسيين ما عرفوش يرجعوا هذيك الشحنه نتاع التوانسه الملمومين، مش حكايه جهات راهو، لان صفاقس كيفاش تنجح في السياب تنحيها وتعمل مشاريع هذا كله مصلحه للجمهوريه التونسيه، وصفاقس كي تعمل مشاريع مش باش تعملها وحدها، باش تعملها بكل المدن اللي دايره. وما تنساش اذا كان، وهذا ممكن اخر كلمه نقولها، اذا كان الشيء هذا الحلم يتحقق راهو الانتاج والديفلوبمون التنميه ماشي تصير من صفاقس وتنقز طول الصخيره ومن الصخيره لجابس، ونجم نرجعوا المحيط الكل ل 1200 كيلو. قداش ياخذ وقت باش يرجع هذا الكل ويخدم السياب؟ مش اذا كان السياب، راهو القرار نتاع المجتمع المدني واضح، يلزمها تخرج عام 2016، ما عادش فما كلام وما عادش فما حكايات، تو اللي يقولوا فيه الكليكا والمشاريع المستقبليه اللي باش تعوض ذلك، قداش يلزمها اذا كان تخرج اليوم؟ احنا دراساتنا حاضرين، دونك فيوري مزور هي توخر منا وحنا نبداو، خاطر ما تنساش كي نعملوا هذا عندنا برط مسكر واقف، مش مسكر واقف لانه مخنوق صغير يحب اكستنسيون، عندنا مطار كيف عندنا الشومان دفير في قلب البلاد، هذا كله باش يولي نقل، راهو متنفس كبير، راهي الحركيه الاقتصاديه اللي تصير ما عندناش فكره. قداش يلزمها وقت خاطر تونس ما عادش يستنى؟ انا نقول لك لا، مش قداش يلزمها، من نهار الاول نبداو نشغلوا في الناس وبالالاف، لكن العمليه اللي قلت لك عليها يلزمها على الاقل 20 25 سنه، واحنا شنحبوا؟ نحبوا نحلوا مجال حلم ما عادش يقف، فهمت؟
هذا هو واضح على هذا. نشكرك على هذا التوضيح. والدستور سامحني عواطف، الدستور الفصل 45 كل مواطن تونسي عنده الحق في بيئة سليمة، هذا ما عادش في كلام زاد القانون. بالفعل. شكرا جزيلا لك. إذا بما أن نتحدث على الصحة وحق المواطن في الصحة، وهو كذلك ظهر لي الأرتيكل 42 في الدستور 45. إذا هذا ما يخلينا نتحدث وعلاش تحدثنا عليها حتى تتبين للسادة المشاهدين ما حقيقة الأمر وهو المشكل الحقيقي. إذا نمر إلى الحوار المجتمعي للصحة كما قلت، اللي هو بدأ في أكتوبر 2012 وقاعد يتواصل. مرحلته الأولى وفات كانت فيها ناس تشتغل، مازالوا يشتغلوا، باش نسأل عليهم الناس هذوما اللي يشتغلوا في هذه اللجان اللي موجودة، تقريبا 5 لجان موجودة. نعاود ناخذ فكرة معاك دكتور قبل ما نتحدث دكتور سي زهير بن جماعة، حتى يدوري البلاتو يفرض نفسه حتى نتحدث ربما قبل ما نتحدث عن المرحلة الثانية، وما هي ربما أهداف هذه المرحلة الثانية وربما مراحلها خاصة. إذا نعاود نذكر بهذا الحوار المجتمعي هو شنو هو تحديدا؟ نذكر كونه الحوار هذايا المرحلة الأولى أنا نراها اللي كانت أصعب مرحلة، لأنه الصعيب الكل ورانا كل صدق يعني. ثانيا سيادتك قلت ناس خدمة 4 لجان، هما مش 5، 4 لجان. وقت اللي عملنا الاجتماع يوم 5 جانفي انا خذيت الكلمه باش ناكد على تحقيق معناها تقديري الكامل اللي خدموا قبل، لانه كانوا معناها الصراحه مناضلين كبار، نسمي من غير معناها اوردر، فيصل بن صالح، رمزي بوزيدي، ايمان جوادي، ايناس العيادي، سي محمد الزريبي، معناها بوم مش ما نجمش نكمل مش نطول، لكن برشا ناس اللي هما لولا هما ما كان يصير شيء. ورغم كما يقول المثل رغم الداء والاعداء يعني تعبنا برشا وتعبونا بعض الناس، وناس ما كانت تشتمن. وما تنساش عواطف ديما في التغييرات الكبيره وفي الريفورم الكبار، فما ديما حساسيات وناس يراو اللي في روحهم مش يخسروا بعض المصالح، دونك يحاولوا يعملوا المستحيل باش يعطوا اتسترا. بريف، مصالح عامة ولا شخصية؟ شخصية، لا المصالح العامة بالعكس. سؤالي ماهوش بريء، ونرجعوا لها كانت تحب من بعد. دونك المرحلة الأولى اشنية؟ مشينا بدينا ساعة بتقييم معناها كامل شامل، خذينا مهما ما تكتب في الصحة من عام 90 إلى عام 2012، وسمناه وجمعناه وخليناه على ذمة المواطنين الكل في السيت متاعنا اللي هو صح معناها حوار صحة، حوار بوان صحة تيان. اثنين عملنا دي فوكس جروب بدينا بيهم، ومشينا الجهات الجمهورية وعملنا دي معينات عينات باردون تقريبا شمال 24 ولايه. لا قبل ما عملنا لي فوكس جروب مشينا الشمال جنوب وسط يعني شرق وغرب، ودرنا ونمشيو المستوصفات ونمشيو الخط الاول خط ثاني خط ثالث، نحكيو مع مواطنين في السال داتونت في الكذا، نمشيو طبعا للطاقم الطبي شبه الطبي، معناها حاولنا باش نفهموا معناها اهم نقطة اللي هي تشخيص بوانتو معناها مدقق. من بعد مشينا حضرنا بطبيعة هذا الكل تدون وهذا الكل تكتب، كله مدون والكل بدون معناها ما نرجع، وفيه خبراء أجانب خبراء توانسة وكل شيء موجود موثق. بعد عملنا الـ 24 ولاية. علاش؟ لأن الهدف الأول اللي والشرط اللي كان عندنا من الاتحاد الأوروبي ومن المنظمة العالمية للصحة كونه القرار يطلع من الأسفل إلى الأعلى، من القاعدة اللي أول مرة. وهذه علاش قلت لك كانت صعبة، لكن نجاحنا بصراحة. وهك علاش حبيت نأكد باش نحيي معناها الناس اللي شاركوا كل اللي الأطراف عملوا الأطراف هذوما، لأنه ما كانتش حاجة سهلة حتى في الإدارة. تعرفش ماش إيفيدونت شنو معناها أنت باش تجي تقول لي شنو اللي أنا باش نعمل وقت أنا خدمتي نعرفها. بريف، دونك إش عملنا؟ مشينا لل 24 ولاية، قسمنا الولايات الكل على 2، سي رمزي بوزيدي وفريق معه وانا وفريق معايا، كل واحد 12 ولاية، وفي شهر وخمس ايام بالضبط درناهم. الصباح نلموا المواطنين والمجتمع المدني، وفي العشية نلموا المهنيين، يعني سواء معناها كانوا طبيا او الشب الطبي والعمومي والخاص، يعني حاولنا باش نغطيه. بون، عملنا خدمة وعاونونا برشا شو اسمها نتاع الطلبه، المنظمه نتاع الطلبه في الطب في الاسوسيامات بارك الله فيك.
اسوسيامات تعاونونا برشا شنو يمشي وهما كوم ديزيكليرور أربعة من الناس يمشيوا قبل ويحاولوا باش في كل ولاية نمشي احنا قبل ما نمشيوا لها يزوروا هما معتمديات الولاية الكل ويدوروا في كل الأماكن العمومية ويمشيوا للحمام وللفرماسي وللمرشي وللقهوة والكل وحاولنا ونجحوا في هذا نجاح باهر باش تكون معناها نساء ورجال كيف كيف البطال ما ننساوهش المدير يجي كل واحد كان عنده رأي كل مواطن كان عنده الحق أنه يبدي ويقول على 300 معناها دعوة نعطيهم الناس معناها عاديين اللي ما نعرفوهمش نعطيهم الواحد وبعد اللي اوكي يجيو هما للاجتماع في هيك الاجتماعات شنو الهدف مع الخبراء طبعا ما مشيناش لا باش نتكلموا لا باش نقترحوا لا عندنا ما نقولوا مشينا باش نسمعوا ونثمنوا هكا اللي يقولوه اما نشطوا اش معناها نجيو نخليهم الساعه والحاجه ميكرو ليبر يبدا ساعه ونص كل حد يقول شي حب سجلوهم كل وبعد اونلي ريترانسكري معناها نوثقوا ومن بعد نعملوا ورشات ونعطيهم اسئله ونخليهم كل سؤال يتلموا فيه 10 8 12 حسب الواحد ويفكروا في السؤال ويعطيونا أجوبة كتابية ويقوم بعد كل واحد يعني ناطق من المجموعة يعطينا هو يقرأنا في الميكرو شنو اللي قال واحنا ناخذوا هذا معناها من الواقع خرجتوا من الواقع اللي لا شك فيه ولا اقترحنا يوم حاجة كانت من أكبر معناها الممنوعات وفي آخر الحصة كنا نعملوا هما يختاروا بالقرعة أربعة من الناس يمثلوا الولايه نتاعهم هذوك سميناهم لي جوري سيتوان لجان تحكيم لجان تحكيم مواطنين بالضبط المواطنة هالعمليه هذه يعني كانت صعيبه برشا ما ننساوش كونه في الفتره هذيك كانت معناها التوتر كبير موجود معناها الامن ما كانش 100% معناها ممسوك بريف مي نجح مرحله انتقاليه زاده كان بالضبط 2013 دونك من بعد ما كملنا هالعمليه لمينا الناس الكل في قرقنا هذوك الاربعه في ال 24 ولايه 96 لميناهم في قرقنا مع خبراء اجانب وخبراء توانسه حطينا لهم الفيشات نتاعهم هاو انتم مش طلبتوا هاو انتم مش قلتوا هاو انتم مش حبيتوا وهنا كان اكتشاف كبير وخصوصا من طرف الخبراء ومن طرف المهنيين الكبار معناها البروفيسور اتسيتيرا لان يلقاو الناس حتى المواطن دابور بدا على الاول بالتشنج ها هو المهني به وعليه والعكس وبالعكس بعد كملوا معناها يتباوثوا يتعانقوا وفهموا بعضهم ولا الاخر يدافع كل واحد يدافع على صاحبه كما نقولوها وخصوصا عندهم اقتراحات ذكيه وناجعه و كاد تكون معناها مهنية. انتم قلتوا وقت اللي تخرجوا تحكيوا انه حتى الحلول تكون معناها تلائم الوضع تلائم الظروف الموجوده يعني سي با ميراكولو انك باش تخلق له مستشفى ولا تخلق له لا ما قلنا لهمش ايه. ما قلنا لهمش وحدهم وحدهم وقت لان يجي كل واحد يقول انا نحب مستشفى جامعي به حسب رايك ممكن ممكن احنا كل معتمديه نعملوا لها لا ما يجيش والا تحط كليه من غير مستشفى جامعي كيف معناها كيف بعد وحدهم وحدهم يجي يقول لك والله شنو علاش ما نلموش بعضنا احنا اربع ولايات ونعملوا حاجه معناها بول احنا سميناه معناها قطب يعني هكا قطب استشفائي استشفائي وصلوا لهم مش احنا مش المهنيين حتى حد مش الخبراء حتى حد هما دونك جيناهم قلنا لهم توا اربع ايام ما كومش خارجين خذينا اوتيل قلنا لهم راكم ما كومش خارجين ما فما صفر يعني دقيقه ترفيه لا تخيل معنا قرقنا ما شافوها ابين من بعيد وقلنا لهم باش نعملوا كتاب ابيض اللي هو مش يكون هو المقترح نتاع مواطنين تونس في 24 ولايه متفقين يعني حتى نتذكر ساعة يبداوا يتعاندوا على كلمة عندنا احنا يعني في الخطة اللي حضرناها نقولوا مادامكم متعاركين على الكلمة احنا باش نحيوها بعد شوية يقول لك لا كيفاش كي تنحينا يا ما تخليها وتتفقوا على حاجة هي ولا غيرها ما كانش نحيها وهكا وصلنا وخرجنا كتاب أبيض الكتاب الأبيض هذايا اللي هو أكبر كسب حسب شخصي يعني متواضع لتونس اللي صار في تاريخها بعدين مشينا عملنا خلينا نزيدوا نذكروا سي زهير انه فما كان قلق وكان فما سوسي نتاع انه مرحله انتقاليه الحكومه اللي موجوده وقت نذكر حكومه مهدي جمعه
خفتوا أنه هالكتاب الأبيض هذا ما يقعش احترامه في المرحلة القادمة، معناها المرحلة السياسية والمرحلة اللي كانت فيها بعد الانتخابات. نحب نوضح حاجتي للأمانة، نحب نقول كلمتي الكلمة الأولى، من نهار أكتوبر 2012 إلى يوم كملنا كل المرحلة الأولى السياسيين كانوا البر، ولا نهار جانا أي سياسي قال لنا قولوا ما تقولوش أفعلوا ما تفعلوش للأمانة. هذا يلزمنا نكونوا معناها مع العلم أن الناس اللي خدمت الكلها أبوليتيك. شوف شو معناها بوليتيك. بيان سور في بعضنا ما كانش الهدف منه الوصول الى انتخابات، او ما كانش منه الهدف لاكد لك انا ناس عرفتهم ولا نعرف حتى شنو الانتماء نتاعهم، وخدمت معاهم لمده طويله. فما بعض منهم بعد شفتهم في السياسه، سي نورمال كل واحد عنده. المهم احنا ما عندناش الفكره هذه، فكيف كملنا هذا، وهذا كان اكبر خوفنا. اش عملنا؟ عملنا لا كونفرنس ناسيونال، دونك المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني الاجتماع هذا جاء فيه وقت سي مهدي جمعه وزير اول، صحيح، وجاوا البريسك الوزراء نتاعو الكل، استدنا الاحزاب، وقتها جاوا القياديين السياسيين، استدنا الاحزاب، استدنا الصحافه، طبعا كان عندها دور كبير، ممكن ماذا بينا نشكروها ونقولوا عليها كلمتين، خاطر واكبونا في هذا اللي قلت لك الكل. أنا نتذكر عملنا ثلاثة ورشات للصحافة الصحفيين برك باش نفهموهم شنو الحوار اتترا. نحب نذكر السادة المشاهدين بإمكانهم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني اللي هو عنوانه santé@tunisia.tv.tn، أو عن طريق الهاتف 71 8 8 14، حتى تاخذوا فكرة أكثر، وربما تسألوا على ما هو مش واضح عندكم بالنسبة لهذا الحوار المجتمعي للصحة. إذا نواصل. دونك حضروا الناس النقابات اتسترا، استدناهم وجينا قرينا الإعلان البيان، ودير كان وقت معناها مؤثر جدا، لانه وفى بالنشيد الوطني، وعملنا سيمبوليكمون ان جون اصغر واحد ومراه واكبر تتحسيلوا عملوا هما قراوها اللي نحن المواطنون، نحن كلمه نحن هذيك فيها معنى كبير، وهاوش قررنا وعطينا هذيك سي مهدي جمعه مشكور كل صدق زاد، اللي هو اول حاجه قالها، وانا هذيك كانت اهم حاجه انا اللي جي روتوني تلمو عجبوا معناها لامانيير ولا طريقه العمل اللي عملناها. قال والله العظيم يا ليت كان نعملوا هذا في دايوغ بعد تبعوا ما تبعوش شويه ما كملوش في نفس انا ما نحبش طبعا. شوف احنا قعدنا 3 سنين كملنا المرحله الاولى، لكن تاكدنا والثابت المتاكد اللي عندنا بين يدينا هو اراده من القاعده، ولا جبنا حاجه من عندنا. تجي تقول لي نعمل من غير ما نسمي معناها حوار في شهرين وثلاثة وأربعة، أنا تو بالخبرة نقول لك لا. ومن وقتها خرجنا على أساس فما تعهد من الدولة التونسية رسميا كونه هذاك ما عادش نستغناو عليه. هذه والعمل به معناها العمل به وعليه كان تسمح بعد نفهمك. هذا هو المرحلة الأولى. إيش كان فيها المرحلة الأولى؟ كيفاش العمل؟ هل المرحلة الأولى كان فيها هذا الكتاب الأبيض وحتى تحطوا فيه ربما التشخيص اللي كان مدقق من لا التشخيص وحده؟ إيه من شنو اللي كان فيه؟ الكتاب كان الأوبجيكتيف دو لا بروميير بارتي، يعني شنو كان الهدف من شنو التصور نتاع المواطن التونسي من حيث المنظومة الصحية في تونس، كيفاش يحبها، وكم بارازار خرجوا المشاكل كيما احنا اليوم عايشينهم. يعني ما فماش حاجه تقول انت جديده ولا، لكن فوتيل فليتيل كمام يعني باش الواحد لو كونفيرمي اي افيك ديتاي اي بالتدقيق، يعني برشا تدقيق دي شيفر، كل شيء كل شيء كل شيء موجود. المرحله الثانيه الور التوضيح اللي نحب نعمله سي خدمتنا الكل كي حضرناها وعملنا 2017 2030. الواش اولا باش نبعدوا على التجاذبات السياسيه والحينيه، وعرفت انت ها حكومه جايه ما نعرفوش شكون وش مش يعمل، وبعد 5 سنين تتبدل لا قبل 5 سنين يا اخي تبدلت هي ديجا. اما بعد باش يجي عنده برنامجه وكذا معناها ما حبيناش لكن هذا تطرح في 2015، وحتى ربما الاجتماع نتاع القروان اللي هو اعلن عنه صار شويه سوء تفاهم رسميا لانه وقت سيد سعيد العادي اكيد انه هو جاي من حزب لكن عنده برنامج معين يشوف هل يتطابق هذا البرنامج اللي عنده او لا. على الاول قال انا عندي برنامجي وانا جيت نعمل في السياسه. بخلينا نكونوا معناها واضحين، قلنا له احنا ماناش ضد هذا، لكن فما حالتين، فما العاجل اللي هو عام 2-3 ما عندنا حتى دخل، هذاك تفضل اخدم ربي عينك وعندنا فيك ثقه، لكن احنا عندنا
الشعب التونسي عنده إرادة واضحة من 2017 ل 2030، ولذا المطلوب من سيادتك اليوم سيكو أي اقتراحات تطلع عليه ومن المخطط الجاي هذا اللي توا بين يدينا نبداو نحطوا الماكسيموم الليفل ابيض. اذا فما حاجه مثلا اللي هي منطقيا ما تصير الا بعد 5 سنين ماناش باش نعاندوا هذا، قولوا اوكي خليوا المخطط اللي بعده. هذاك علاش خذا وقت في المرحله الثانيه حتى تكون رسميا، يعني من توليه المنصب وحقيبه وزاره الصحه حتى تكشي الاوت 2015. انا يظهر لي على الاول معناها كان عنده فكره واضحه وفي باله ما فماش حل اخر. من بعد بطول المدة وبحكم هو يدور حوار ويدور في الجهات، كيف يمشي الجهات يسألوه قل وينك الخدمة اللي خدمناها، فما اللي كونه سي دوماج باش نستغنى، كيف تقابلنا وحكينا ومدينا له فهمناه وكذا. بالعكس هو أول معناها اجتماع عملناه 7 أوت، مش 7 أكتوبر، 7 أوت، 7 أوت سمحني أنا قلت 7 أوت هذا اللي فات في القيروان 2015 ولا لمينا لي جوري سيتويان دونك لكن الاربعه اللي تفاهمنا في هذوك سي هذوك توا ما عادش حتى حد يجي مستغنى عليه. اي حكومه تجي لازمها تعرف اللي يكون وكانهم ايضا هم شهداء على هذا، يعني هم شهداء عفوا شاهدين على هذا العمل، شاهدين فعالين وخصوصا مش يكونوا كيما عندهم كيما الرقابه في المستقبل، لان هما تو تابعين المجتمع المدني. تو بعد نقول لك كلمه عن المجتمع المدني بصفه عامه. مشينا لهدف واحد وهذه كلمه السيد سعيد العايدي، قال احنا جينا باش نرجع الثقه، وهذيك عجبتني برشا على خاطر هذيك كانت عندها اهميه كبيره، وكانوا على الاول هكا محتاطين ومتخوفين وسي نورمال ما يعرفوش وما خدموش هما عليهم. راهو مش ساهل باش الانسان يبدل الاشياء ويغير الاشياء، كما كنت نقول قلت لك تو نرجع لك ممكن هالفرصة تو باش نرجع لك. المنظومة الصحية في تونس مريضة يعني سي لو كادو لو دير. 2 عندنا عادات سيئة جدا، عندنا سوء تصرف، عندنا فساد، عندنا تبذير، عندنا أشياء اللي هي تتكلف على المجموعة بأموال طائلة. وهذا يخلي اللي الأقلية الكبيرة، لأن اليوم كي نشوفوا الطاقم الطبي بتاعنا وهذا نقوله بكل أمانة كيف كيف، عندنا طاقم طبي عالميا يتجراو في جرته. علاش؟ عنده كاليتي، لكن الطبيب كيف يكمل ويقرأ ويعمل اختصاص وكذا عنده في مخه حاجة واحدة، الطب والبحث العلمي والبحث الطبي. ما عندوش نهار تخيل في مخه كونه مش يجي يلقى المشاكل ويلقى حاجة فاسدة وحاجة ما تصلحتش وهذا معناه مش مسؤول عليها مباشرة ادمينستراتيف يعني نتاع إدارة، يعني هذا الكل يعطله ويقلقه ويلفران معناها هذاك. علاش دونك اللي يلزم اليوم نقولوه كونه هالناس اللي ما هماش متمشيين معنا في الخطة معناها نتصور ما يعجبهمش هالبرنامج نتاعنا، قاعدين فريمون يحبوا يحاولوا، فما اللي يحاول باش يعطلنا اكثر شيء ممكن. يعني كي نقول لك انا الموضوع ما الادويه ما خوفش هذا خوفش شوي لا خوف استدير شنو يلزم 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 الجرأه يلزم الشجاعه ويلزم الاراده، لانه اليوم الحكومه معناها اليوم كيف تحب تنجح باش تعمل اي حاجه ماذا بينا معناها ترجع شويه هيبه الدوله، ماذا بينا ناخذوا قرارات ناجعه باش ما عادش نخليو هالشيء يرجع بينا، سينا راهو باش نتعبوا برشا. واليوم جوسكا مانتنو نتصور كونه المعركه موجوده. دكتور سي زهير عندي سؤال، فما شكون عنده فكره على المجتمع على الحوار المجتمعي، قال لك هل قاعدين تحترموا في هذه المراحل؟ هل المرحله الاولى هذيك وقتها، هل المرحله الثانيه من اوت حتكشي ال 5 جانفي؟ بكل صراحة من حيث الوقت عطلنا تعطلنا تعطلنا خسرنا على الأقل في هالثلاث سنين خسرنا على الأقل عام، لكن بصراحة أما خير ميفو تار كو جامي أبسوليمون أما خير نشدوا صحيح. أنا حتى أنا شخصيا ساعات نقول سي زايد يعني على مرض الله كيما نقولوا هكا، لكن بصراحة كيف نشوفوا فما إمكانية باش نوصلوا ميفو تار كو جامي دابور أنسويت من كل صدق في نفس الوقت نقول ما دامنا احنا اليوم متاكدين كونه الكتاب الابيض مش يدخل في المخطط الجاي وكان ما دخلش انا نقول لك راه فشل وفي الامان وراني روحت. احنا عندنا معناها اليوم امكانيه ونخدموا على هذا، قاعدين وبدينا نخدم. دونك اول اجتماع صار يوم 5
جست كلمه تحب معناها ذولي فما مكالمه هاتفيه انا عاش كان حاضر لا فماش مكالمه هاتفيه به الرقم 71 800 814 ممكن نشوفوه على الشاشه بعد قروان البريد الالكتروني santé@tunisiatv.tv بعد قروان دونك اللي هو 7 اوت جاء طلب من هو كان من المفروض انه المرحله الثانيه وقتاش تبدا المرحله الثانيه 2014 2015 اما اول 2015 معناها فان 2014 شوف المرحله الثانيه المفروض تبدا وقت الحكومه جات وقت سي سعيد العايدي جا المفروض تبدا غادي لكن ماك تعرف ظروف البلاد ما كانتش يعني سايبه فما حاجه زاد يلزم نعترفوا بها مع الاسف مهما وزير هذا مهما كان معناها اسمه كي يدخل ياخذ وزارته وعنده برنامجه فما امور طارئه تجي تخليه ديما يتعطل يبعد يحاول باش يفض مشكله ما كانتش مبرمجه ماهيش حاجه سورتو في الصحه كنسمع احنا ساعات توا كل يوم راك تشوف معناها ومش حتى الحصص الصحيه معناها اليوم مشاكل الصحيه تلقاها في الاخبار وتلقاها في الحصص الكل تقريبا بالضبط. حتى دو ديبا دونك اش عملنا احنا جاو اللي جانا التحكيم في قروان قالوا له احنا ماذا بينا نقعدوا معاك سيد وزير قاعده رسميه نجيو ل 24 ولايه ونقعدوا معك بون بالطبيعه زاد ما نجموش كل مره نستادنوا 96 اش عملنا قلنا من كل ولايه ناخذ واحد او وحده ونجيو تلاقينا في صفاقس يوم 1 ديسمبر شو هي الانحياز هذا لصفاقس؟ لا مره برك مره برك مره برك اجتماع برك هكا بعد صفاقس قرقنا جزيره حبينا نبعدوا على الحركه وقرقنا ارخص من جربه عندنا مشكله ميزانيه ما فماش حاجه اخرى دونك القروان زاد تعرف علاش على خاطر جيوغرافيك ما معناها هي في الوسط دونك اقل تعب للناس الكل واحنا ديجا عملنا حاجه وقاعدين شدينا فيها كون نحينا هيك الفكره نتاع كل شيء يصير في تونس سي ديجا ديسنتراليزاسيون ونستنسو دونك الفكره كلمتين كانت كونه قلنا جا سيد وزير دونك وعدهم جاو قبلهم حكى معاهم براحتهم لكن في نفس الوقت عملنا تقديم باش نقولوا راهو ماذا بينا هاللجان التحكيم هذوما نحبوا توا نوسعهم سيتادير كل لجنه تحكيم في ولايه تحاول باش تتصل بالمجتمع المدني الكل وتتعامل معاه يعني كيما نقولوا احنا يعني جروب دو ريفليكسيون في الجهه كامله باش يهتموا دابور باش يدخلوا ودخلوا برشا توا في الجهات خلي التفكير معناها اي في الجهات توا قاعدين يحكيوا على المخطط شو وكذا لوبجيكتيف سيكو باش نعملوا توا المرحله هذه الجايه خلف اللي قاعدين نخدموا فيه باش قلنا ما قلنا احنا الوزاره عندها سانكاكس عندها خمسه معناها مواضيع كبيره باش تخدم عليه عملنا كان عاد نذكروه والله تقريبا هو انا بيدي لا بصراحه مانيش حافظهم عندي في الاورديناتور نجم نخرجهم لك اما اللي سانكاكس هذوما عملنا اللجنه الفنيه باش تدخلهم مع الكتاب الابيض وتحاول عملنا احنا مقارنه لقينا كمام سا سي اون تري بون نوفيل لقينا تقريبا اكثر من 70 ولا 65 70% اللي هو ديجا موجود دونك هذا يطمن دو لاكي دو لاكي يطمن واكي وكيما ليني بروميير لين اتسيترا اتسيترا تقريب الخدمات للمواطن طب الاختصاص اللي هي اليوم عايشين فيه يوميا والباقي قاعدين نفكروا فيه لكن في الاثناء احنا شو نحبوا؟ نحبوا اللجنه الفنيه هي تتحرك تعاود تلم لكن نون با كيما عملنا 24 ولايه باسكو شيء متعب شيء مش حاجه سهله وتاخذ برشا وقت ولا وعندنا احنا فكره القطب هذا اللي نحبوا نخلقوه في المستقبل قلنا نبداو من تو دونك باش يلموا كل اربع خمسه ولايات مع بعضها شمال غربي شرقي جنوب غربي شرقي وسط مثلا نلموهم في مكان معين موسط اللي فيه امكان المرافق اللازمه ونجيبوا المجتمع المدني تاع الولايات هذوك الكل بفضل لجان التحكيم اللي باش يحاولوا يتصلوا بهم ويلموهم الكل ونجيو نحكيوا على الصحه ومشاكل الصحه والتقديم نتاع هالخدمه هالنتيجه اللي عملناها بين ليسان كاكس وبين الكتاب الابيض باش نعرفوا بها ونبسطوها للمواطن يولي هو يعرف بالضبط شنو اللي باش يصير والمنظومه باش نبداو تو قريب يعني مش نقروا الايام الاسابيع القادمه يوم 5 جانفي 2016 الفرد يوم الاجتماع افرز على شنو؟ الور الاجتماع هو كان اول اجتماع رسمي يعني انطلاقه دونك المرحله الثانيه من حيث اللجنه الفنيه وجاء داير سي سعيد حضر معنا لي مومبر الكليكا بالطبيعه فما عدد لباس به من اللي خدموا المرحله الاولى وهذاك
حاجة كسب كبير، أن عندهم الخبرة، عندهم برشا معناها إمكانيات باش يعاونونا بهم، هذوك موجودين وتزاد عليهم ناس أخرين. وطبعا حاولنا باش تكون التمثيلية كاملة شاملة. باش نجيو نشوفوا تفاصيل هذه المرحلة الثانية. كمان ذلك عندنا مكالمة هاتفية من قفصة، معنا سامي، مرحبا بك. ألو. مرحبا بك سامي. سامي ان شاء الله عندك سؤال يهم هذا الحوار المجتمعي للصحة. انا قطعت حوار اختي من الاول، ثم الاخ من المجتمع المدني جبت على موضوع السياط قطعت الصحة. اي جبدناه في الاول هذاك. اي لا حبيت جيت لانه هو وقت اللي جبت على السياط معناتها قال انه المناطق اللي باش يتنقل لها السياط هي مناطق امنه، في حين ان هي مش امنه بالكل، لانه المليله باغ اكزومبل فيها حدود معامل الامراض فيها منتشره بصفه غريبه، معناتها الامراض السرطانيه والامراض تاع الجهاز التنفسي والعقم وهشاشه العظام وكل شيء، وباش يزيدوا عليها السياط معناتها المواطن في قفصه ما عادش يعيش، معناتها كما هما من حقهم انهم يعيشوا في بيئه سليمه اكيد وفي يتنفسوا هواء نقي، حتى نحن من حقنا ان زاد نعيشوا في هواء نقي زاد. صحيح سامي، اقعد معنا سامي. سي زهي جيست في سامي انا معها على طول، ودائر نقول له اذا كان يحب غدو عنده مشكله من نوع هذا، انا كمجتمع مدني وكجمعيه انا على ذمته نناضل معاه ومعاه ونوافق معاه. تبقينا جيست للتوضيح اللي يقول فيه صحيح، لكن هو يشوف فيكم يعني لكن المعامل اللي موجوده اللي نحكيو عليها وين قلت انا الا في موضوع اللي هو الاس اس بي، فما توا مش كنا ندخل امور فنيه بما انه يهم الصحه، فما ان برودوي، فما معناها منتوج الماده اسمها اس اس بي. انا من المريله عايش في المريله معناتها روز معامل حتى نفس معناتها معناتها عندك انا معاك انا معاك شوف يا سي سامي راهو اليوم حق البيئة السليمة حق كل مواطن تونسي، وراهو كيما ناضلوا وخيانا في صفاقس وفي بقايا اخرين انتم تناضلوا. أكيد تبقينا تبقينا سامحني نكمل لك اخوتي في الصفاقس ما عندك حق حقنا احنا لا شوف انا اللي حاول نفهمه لك كونه الماده اللي نحكيوا عليها الاس اس بي هذه بصفه خاصه اللي موجود حسب ما نعلم اللي في المظله، فما معناها راهو يعملوا الاس اس بي ويعملوا يعملوا برشا حوايج، يعني عندهم برشا مادات يستعملوها. انا المشكله اللي عندنا في صفاقس الا في الاس اس بي هذايا اللي هو نورمال ما بالقانون ممنوع باش يستعملوه. هي موجوده في المظله اخوي. ايه لكن موجوده بضوابط حسب ما نعلم. لا مش صحيح، لا مش صحيح، نجم تشوف النسب بتاع امراض السرطانيه في المظله ارتفعت بصفه مهوله، حالات العقم مجله نحكي عليها، هشاشه العظام، الامراض التنفسيه، معناتها الصباح ناكد لك انا انسان موجود في المظله نفس الشيء عايشينه في برشا بقايا. صحيح صحيح. شو كي نخرج انا سامحني كي نخرج انا الصباح باش نمشي نخدم انا في المظله، انا ما نجمش نتنفس الصباح نلقاها كلها بخاره، نسموها نحن البخاره معناتها اللي تخرج نسمع معناتها نشمها معناتها نجم نتنفس اصلا. شوف سي سامي انا نظهر لي باش نحاولوا نقدموا، احنا نقترح عليك تو ناخذ الهاتف نتاعك من عند الريجي وبعد الحصه تو نتصل بيك شخصيا ونحاول باش نقعد مع الجمعيه اللي انا نمثلها واللي هي مختصه في الصحه والوقايه والطفوله. ماذا بينا نحاول الجمعيه هذه كيما تهتم بالمناطق الاخرى؟ عندنا في قفصه عندنا اخونا تو نكلمك انت تتصل بيه ونقعدوا باتصال ونحاولوا باش ننسقوا باش نبعدوا الالتباس باش نحاولوا نفكوا الرمانه كيما يقولوا في قابس نفكوا الرمانه. موجوده معناتها على مستوى قفصه خاصه المظله. واضح واضح واضح. صحيه معناتها ما تتصورهاش، معناتها الانواع السرطانات كلها موجوده عندنا، معناتها من السياح من المعامل الموجوده عندنا معناتها. وش قال المجمع الكيميائي هذا الجروب شيميك ايش قال لكم؟ معناتها نفس الكلام اللي قلته انت في اول حلقه، تو في المستقبل ما عادش يخرج مع في المستقبل مع الطبقه المائيه نشد الهواء مشى حتى باش تعمل نشاط فلاحي ولا زراعي صحيح 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 صحيح. ونفس المهم الكلام نفس المبررات تو في المستقبل ما عادش يسبب تلوث، المائده المائيه ما بقتش عندنا اصلا احنا، معناتها تدمرت المائده المائيه، الابار فرغت معناتها واصلين في بالي اكثر من 11 بئر معناتها. والابيار كانت تشوف تعمل تحليل تو تلقى فيهم ماده الكادميوم اللي هي من اخطر المواد للصحه
ومع الاسف شوف انا نوعدك اللي بعد الحصه باش نتصل بسيادتك ونقعدوا باتصال ونخدموا مع بعضنا وبحول الله ما في مكان الخير. ان شاء الله 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 المسؤولين يسمعونا لهامي بالحق في كافه صحيه كيك سواء في السواق ولا في المزينه في نفس الحاجه معناتها. هذا هو الهدف. هذا هو سامي الهدف. سامي انه السياسيين والقاده السياسيين لازم ياخذوا بعين الاعتبار كل هذا وكل ما يحيط بصحة المواطن وكل ما يحيط بمشاكل المواطن. حصة صحية هي وحابين نلفت النظر لذلك حتى يفهموا المواطنين، لكن كلامك صحيح مش تكون تم تمنع جهة ولكن تغرق جهة أخرى في مشاكل بيئية مشاكل صحية. بالعكس، بالعكس. مع أنه هذه الحوايج هذه صح تكون صحة مطابقة لمواصفات العالمية اللي هي مش موجودة أصلا، معناتها المطابقه مش موجوده، معناتها انواع نتاع التلوث. انا نحكي لك معناتها لاني انا عايش في قلب المدينه هذه، معناتها بصراحه الصباح ما عادش ما تشوف شيء، معناتها من كثر نسموها نحن البخاره الانبعاثات وهذه ما تشوف شيء، حتى الحوايج ما تشوفش، ما تنجمش تشوف، معناتها شيء يدخل للديار تو تدخل للديار عندك. مشكور. قلت لك الهل اللي تحكي فيه هذا يا هالسوف تلوث في المنازل ولا ما قاعده تدخل في وسط الديار بالهواء ما عادش اي ما تصور. قلت ما نسكروا شبابك نسكروا كل شيء وهي معناتها وتبقى معناتها تشم فيها معناتها بطريقه غريبه تو نسكوا معناتها صحيا انواع الامراض هشاشه العظام منتشره بصفه معناتها غريبه، معناتها الامراض السرطانيه حالات العقم. ثم دراسه تقول انه معناتها معتمديه المنزله ولد من اكثر البلايص اللي فيها حالات عقم بسبب التلوث، المائده المائيه ما نحكيلكش عليها الهواء كيف كل شيء معناتها ما عادش منطقه تنجم تعيش فيها اصلا. نسقوا مع بعضنا سي سامي. سامي نشكرك سامي شكر جزيل على تدخلك هذا وعلى اهتمامك بهذا الموضوع الهام جدا واللي يهم صحة المواطن. وكما قال سي زهير زملائنا التقنيين عندهم رقم الهاتف نتاعك واكيد انه مشيق على الاتصال بك. شكر جزيل لك على تدخلك. اذا سامي تكلم على دراسات بالفعل هي دراسات حتى حكينا عليها تقريبا عندنا 4 أشهر انه دراسات اثبتت انه التلوث عنده جانب كبير في مشاكل العقم في مشاكل الجهاز التنفسي في المشاكل الصحيه، معناها دور كبير وكبير جدا. ونكران هذايا ونعرف اللي برشا بلدان معناها البلدان المتطورة تمشي اليوم للأماكن اللي تنجم فيها القوانين ما تطبقش حتى تقوم بإنشاء هذه المعامل و احنا مش أجانب اللي قاعدين يعملوا هما توانسة التوانسة، واللي الغريب في الأمر كونه توانسة ما هماش أشخاص يعني خواص، هذه الدولة التونسية والحكومة التونسية وأبسط الأشياء نسرسك باش نحيو هاللبس هذا وباش كذا، وهذا أكبر لوم نلومه على الحكومة كحكومة، لأن الجروب شيميك ما عادش فيه ثقة، انتهى ثقة وفات ماتت نهائيا. أما علاش الحكومة ما تقربش هي للمواطن ما تقربش هي للمواطنين في كل الجهات هذوما؟ لأن الجهات هذوما فما بقايا اللي ما فيهمش خطر ثابت متأكد، ونحلوا ونحكيوا وفما خبرة في كل جهة ونتلموا مع بعضنا ونحكي وش نقولوا. نقولوا أولا ما نمسوش بالاقتصاد وهذا ثابت، معناش باش نمسوا بالاقتصاد لكن فما منطق، والاقتصاد فيه معناها خيارات وفيه حسابات، ماناش باش نفبار ركري لوجافيل انفونتير انفونتير لوج، احنا اليوم باش نجيو. لكن اليوم اللي يؤلم وياسف الحكومة يعني سيلونس راديو، حتى كي جانا السيد الوزير الأول قعد ساعتين ومشى، مش معقول يجي زيارة في ساعتين وما نجموش نحكيو معاه في مشاكل اللي هي يومية نعيشوها من اللي حل عينيه الواحد. كاش نقول لك أنا اليوم فيه. الغابة في صفاقس عندنا بقعة اسمها عين فلات كانت جندة على الأرض، أكبر وأحسن أحلى غلة كانت موجودة في عين فلات، اليوم تمشي لها تقول هذايا صارت حرب هنا وفايا بلوريا ماتت، الماء ما عاد يعوم في حد، تمشي له تلقاه أصفر كل يوم يسيبوا دي مليون دو متر كوب يعني في وسط الماء هذا، الشميني يتخرج في غاز توكسيك كل يوم، السوفر في قلب البلاد في وسط البلاد الفاقونات يعبي والغبابر تهز، الخدامة اللي يخدموا معناها تشوف فيهم توتينو يدين بلا حد شيء، فماش حتى دي 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 دي, دي شوف هذا جروب شيميك بيقول اللي يحب، والمواطن اليوم حر والجهه جهته وهو مسؤول عليها أكيد. هو اللي ماشي سيرها أكيد. والحكومه المفروض والمطلوب تجي تقعد تلم المجتمع المدني تسمعوا ونحكي معاه
ديجا كي تقعد وتحكي معه يلزمها تلقى له الحلول. لا قبل الحلول كي تقعد وتحكي معه وتسمعه ديجا الناس ابيزي فما ابيزمون. احنا اليوم يخرج مدير خرج بي دي جي وراه مدير كل مره بريسك يعمروا في العباد داير سانوزايدي احنا كسوسيتي سيفيل يخرج يعمل معناها برنامج لا وما نسكروش وما نعرفش شنو ايوا ولات معناها حكايه نتاع ديفي نو مي تاع تحدي سي نول سامحني. مرحبا نرجع للحوار المجتمعي لانه في صلب الموضوع يعني انك باقي ترجع للمواطن هو وأبداً. اللي تخرج منه وهو اللي تسمع الميادين. وهو اللي يعبر لك على مأساته اللي يعيش فيها معناها يحس الجمره كان نرجع للصحه. نعطيك مثل كنت في صفاقس عملت زيارات حكيت مع يوم برشا كلمه صفاقس لا الله غالب انا هذا نشاطي الاخير نجم نحكي لك على غنوش وعملت معناها عملنا حوايج باهينا في كل بقعه نعمله. اما شوف باش نحكي لك كي نمشي نحكي مع ناس اللي هما مهنيين تراهم يعملوا في مجهود جبار فريمون تقول لي خساره علاش الصعيب اللي يبكيو عليه الناس احنا عندنا. نعطيك دو زيكزامبل رابيد. لو بروميير اكزامبل اليوم في الصحه معناها اللي نقولوا احنا المركز الصحي المدرسي الجامعي يعني الميديسين سكولاري الطب المدرسي والجامعي اليوم وقت اللي التلميذ تجي الفرمليه ولا الفرملي يشوفوا عنده حاجه اللي يلزمها تتداوى ولا تتبع يقول له برا مشي لبوك وامك باش ياخذوا لك موعد باش تمشي. هذا غير مقبول لانه التلميذ باش يغيب من المدرسه البو والام باش يتعبوا ويعلم ربي بحالهم هما يجعلهم ديجا باش يقريوها وكذا ومش كل حد عنده شكون يهز ومش كل حد عنده سياره والاغلبيه الساحقه ما عندهاش. اور المنطق يقول كونه الفرمليات هذوما فرمليه او فرم هي تاخذ الموعد وهي تمشي مع المركز وتنسق وتاخذ وريقه تقول له هذه تعطيها لبوك تعطيها لامك باش تمشي تجي نهار الفلاني باش تعدي. هي حاجه بسيطه لكن هذه ترتح الاولياء بشكل في نفس المنطق في نفس مثلا ناخذ اداره دكتور قعدونا دكتور سي صغير قعدنا تقريبا اكثر شويه خمسه تو كي تمشي باش نعملوا احنا عن اخصائيين احنا موجودين في المراكز هذو إدارة الرعاية الصحية الأساسية موجودين في المراكز لكن الاختصاصي كيما مرض الجلدي ولا كيما سورتو لطبيب الأسنان للدونتيست أهم حاجة لأنه نعرفوا قيمة الأسنان من الصغرى باش نتفاداو مصاريف يا لندرا كيف يجي طبيب ويفحص التلميذة أو التلميذ الطفلة أو الطفل ويلقى عنده حاجة ويلزمه دواء مش ما تكون في هكا المركز صيدلية يخرج من غادي ياخذ دواء ويمشي يداوي وانتهى المشكل. اقل ما تنقل اقل مصروف اقل كذا لانه هكا ولا هكا باش يقولوا له اليوم قولوا برا المستوصف نتاعك خذ الدواء. شوف معناها هذو امثله بسيطه اللي احنا طرقنا لهم في الحوار ولقينا لهم حلول وان شاء الله في اقرب وقت باش يصير يعني. نرجع للحوار الجزء الثاني او المرحله الثانيه من هذا الحوار قداش فيه من مرحله وقتاش يوفى واول عمل باش تقوموا به بخلاف هذا الاجتماعات اللي صارت معناها تو بالنسبه للمرحله الثانيه كما قلت انت باش يكون كل سيتويان جوري معناها باش يتصل بالمجتمع المدني احنا ديجا باش يحاول يلائم هذا الكتاب الابيض مع هذاك في الجهات باش كي نمشيو نفهموهم شنو اللي وصلنا له باش يكونوا على علم ويوليو هما على خاطر كي غدوا باش تحط منظومه صحيه جديده كي يبدا المجتمع المدني مفاهمها وقابلها ومقتنع بها تسهال أكيد. وحتى الرقابة تسأل غدوة الحي المجتمعي يمشي للسبيطار يمشي للخط الأول ثاني ثالث يلقى حاجة غير عادية يقول علاش ما تفهمنا كذا وكذا معناها فما إمكانية باش هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحب نسيت ما قلتش كونه أول اجتماع صار نهار 5 جانفي لأول مرة حضروا فيه من لجان التحكيم 5 من الناس وش عملنا احنا قلنا باش نرضيو الناس كل باش ما نقعدوش اللوم لان حاولنا كل الامكانيات لقينا احسن حل كل مره تورنات كل مره 5 اخرين يدوروا ودوروا ودور كل اجتماع يجيو 5 واحنا دو توت فاسون في البي في اللي نكتبوه الكل نبعثوه لهم الكل باش نعلموه دونك هذا اذا باش تتميز هذه المرحله هذه دونك قلنا كونه يلزمنا نكملوا باش نخليه المنظومه الصحيه نشاركوا فيها المنظومه الجديده اللي قاعده تحضر اليوم الى حتى لين تحضر ما نجمش نعطيك دات بالضبط باسكو سي سري با اونيت دو ما بار وجودها في المخطط وقتها
المخطط احنا قاعدين نخدموا عليه. دونك المخطط هذا المتاكد كونه المخطط هذا اللي بين يدينا اللي ماشي يبدا بقى، مره يقولوا 2016 2020 ومره يقولوا 2017 2021 بقى بامبورت، اما احنا ديجا باش ناخذوا فيه كسب كبير وباش ندخلوا بحاجات هائله وهامه اللي هي باش تريض الناس وباش تفرحهم. لكن المرحله الثالثه والاخيره هي معناها كيفاش باش نديمومة، كيفاش باش نتأكدوا باش بعد ما نكملوا مهما كانت الحكومة ومهما كان لونها ومهما كان الوزير ومهما كان يبقى حاجة تقريبا يعني مقنة باش المجتمع المدني هذا باش هذم لي جوري استمرارية ديمومة ورقابة يعني خاصة. فما مكالمة من القصرين ناخذوها ونختم بها حلقتنا اليوم. ألو. ألو عسل. مرحبا بك، شكون معنا؟ معك وحيد إلهي. مرحبا بك سيد وحيد، تفضل. ذولي لكلكم على الصحة العمومية والمنبر التجاري تاع حوار الوطن. أوه مرحبا بك، مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل سي وحيد. والله نحب نسأل دكتور زهير. أنا مش دكتور. شفتها خاتين يا هوك الحسائل. حبيت نسأله. تحياتي سي وحيد، تحياتي. نحن عندنا مؤمر دجيري اللي هو دكتور الشادي معاكم. الشادي مقصودي، سي الشادي المقصودي هكا. الشادي المقصودي. نعم نعم. لكن نحن تو نحن اللوت اللي زوتر المؤمر. نعم. ما عندناش اتصال بينا معناها ثم الايميل وثم التليفون. عندك الف حق. يعلمونا وحيد. معناها اقل حاجه جديده باش نبدا نتفاعلوا معاكم ومعاكم انتم. خويا وحيد. اتصال بيا تو برك كنت نحكي معاه ونتفرجوا بك. خويا وحيد انا باش نعطيك يعني جواب واضح. احنا في الاجتماع نتاع صفاقس بحضور السيد الوزير اولا قررنا باش كل مدير جهوي تجيه مراسله رسميه من عند مدام سهام باللونه اللي مش تعطيه الاعضاء نتاع جوري سيتويان كما نقولوا توا اسيادتك في القصرين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مش يطلبوا من كل مدير جهوي باش يستدعاكم في الاداره الجهويه يحكي معاكم يتعرف عليكم وتتعرفوا عليه وخصوصا تخلقوا يعني اتصال مباشر توليوا دائما معناها باستمرار مع بعضكم باش كل مره تصير حاجه تمشيوا له ويجيكم وباش يحتاج لكم هو باش تفهموا انتم المواطنين وانتم تحتاجوا له وقت عندكم مشكله باش يفضها لكم. والحاجه الثالثه والاخيره سي وحيد ما نعرفش كان سمعتني توا ممكن كنت لاهي بالتليفون توا كنت نقول المدام عواطف كونه احنا جينا نهار 5 جانفي جاو 5 اعضاء من جوري سيتويان الاجتماع الجاي باش يجيو 5 اخرين وهلم جر ولذا ناكد وناكد لك كونك ان معناها في قريبا جدا باش تكون سيادتك معنا ونفرحوا بيك ونتشرفوا بيك وتكون معنا من كل الناس مش خاطر اليوم ما تكلمت راهو بصفه لو كنت نقول فيها على المباشر. مرحبا بك. شكرا لي، شكرا جزيلا لك سيد وحيد وكما قلت سلام تصبح على خير. نشكرك على تدخلك، اذا هذا يثمن الشيء اللي قاعدين تقوموا فيه وكما قلت الانطلاقه كانت من القاعده ونشوفوا في الهرم قاعد يطلع من القاعده معناها الهرم قاعد يسو كونستروي. معركه دائمه. معركه دائمه وهذا هام جدا معناها هذا سيني بوزيتيف هذه علامه ايجابيه. شكرا جزيلا لك سي زهير بالجماعة على قبولك دعوه وحضورك معنا واليوم نتسمع عطيتك وقتك وربما الوقت اللازمك حتى تتحدث عن هذا الحوار. تحية تونس بالفعل. تحية تونس. شكرا جزيلا لك والى اللقاء. معيش.